فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وقعت نجاسة على ملابس امرأة وقد علمت ذلك ثم نسيت، فصلت عدة صلوات وهي لابسة لهذه الملابس، فما حكم صلواتها التي صلتها على هذا الحال؟ الصحيح أن من علم بالنجاسة على ثوبه أو على بدنه ثم نسيها توضأ وصلى أن صلاته صحيحة، لأنه معذور بالنسيان، لكن يبادر بغسله للمستقبل. هذا هو الصحيح. نعم.